برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، آخر فقراتنا في البيت الكبير النهاردة مع نجم من نجوم النادي الأهلي وأسطورة من أساطير النادي الأهلي في السبعينيات، خبرات تدريبية كبيرة جدا، خبرات مميزة جدا على مستوى التدريبي من خلال طبعا كأس العالم ومن خلال تجارب كتيرة جدا جدا ناجحة، وابن من أبناء النادي الأهلي. شرفنا ونورنا النهاردة في البيت الكبير الكابتن الكبير فتحي مبروك. كابتن فتحي منورنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن هاني، منورنا دايما. اهلا بيك. شرفنا كابتن فتحي. انتوا منورين الاستوديو. ربنا يخليك. شرفنا كالعاده يا كابتن. ربنا يخليك بجد يعني. ربنا يخليك. وعايز اسال حضرتك، يمكن من اوائل النجوم اللي لعبت مع الفرق الافريقيه كتير جدا. عايزه حضرتك تقول لي في مثل هذه المباريات الافريقيه ازاي فيتا كلوب بيفكر باي استراتيجيه؟ اكيد يعني عارف بتلعب باي استراتيجيه النهارده فريق زي فيتا كلوب اللي هيواجهه الاهلي يوم السبت ان شاء الله. لا طبعا بدايه الحديث يمكن الكره الافريقيه اختلفت، يعني الكابتن هاني عارف ان الاسلوب الافريقي زمان اسلوب كان دائما يتميز بالكره الطويله، دايما بيحطك تحت ضغط، دايما ما فيش استراتيجية، ما فيش تكتيك، ما فيش لعب، ما فيش الجانب المهاري. الجانب المهاري ما كانش موجود كتير قوي في فرق افريقيه بشكل كبير. بشكل كبير كان هو خلاص النهارده اي فرقه جايه من مصر عاملين حساب، اي فرقه رايحه تلعب في افريقيا عاملين حساب الكره الطويله والجو والرطوبه والحر والعنف يا كابتن، العنف وكل هذه الامور. النهارده الكره الافريقيه تقدمت جدا. الكره الافريقيه النهارده يمكن النهارده بقى خلاص في علم، النهارده في اصبحت النهارده في لعيبه على مستوى مهاري عالي جدا، اصبح الجانب التكتيكي كمان بقى كويس جدا عندهم كل الفرق النهارده خلاص عندهم جانب تكتيكي، وده مهم جدا. مهم جدا، بيقدر يلعب باسلوب 4-2-3-1 4-3-3 4-4-2. خلاص الفكر اتغير عن زمان. زمان كان بيلعب راسين حربه وكور طويلة وخلاص بقى وتخبيط وخش بقى زي ما انت عايز. وكمان على مستوى الأداء، تحليل الأداء اختلف زمان كمان، علشان اللي كان يحلل فرقة كان صعب جدا يا كابتن، وانت حضرتك عشت ده مع الكابتن الله يرحمه الكابتن محمود الجواري، لما كنتوا بتحاولوا تحللوا بعض الفرق بتجيبوا شرايط اللي لسه ما كانش فيه بقى دي في دي ولا كان فيه شركات أداء. كان شرايط فيديو. شرايط فاكر؟ شرايط فيديو. وبتقعدوا بالساعات عشان يا دوبك تحلل اداء الفرقه. دلوقتي الامور بتيجي للمدير الفني لحد 98 في بوركينا فاسو. صحيح. لحد بوركينا فاسو احنا في 98 كانت شرايط فيديو، فعلا كنا بنحلل الفرق بناء على شرايط الفيديو. فالامور اختلفت. دلوقتي الاهلي بقى كل يعني العالم كله مفتوح. كل الفرق دلوقتي النهارده اصبحت النهارده كله مبيح النهارده، ان انا اتفرج على ده واتفرج على ده واتفرج على ده خلاص. عشان كده دايما المدير الفنيين حتى دائما بيبقى خلاص عارف الفرقه الخصم اللي هيلعبها وعارف ايه اللي عنده، اوراقها مكشوفه. اوراقها مكشوفه كله. خلاص دلوقتي يعني الامور ما بقتش النهارده بتبقى فيها صعوبه، لا عن طريق حتى لو انا النهارده ما عنديش اي حاجه عندي طريق السفارات، السفاره بتاعتي بتقدر تجيب لي معلومات توفر لك طبعا المباريات طبعا. والكابتن يعني يعرف كده السفارات بتوفر لي معلومات، ده بقى سهل. لكن من ناحيه تانية بيصعب مهمتك، يعني بيصعب مهمه اكيد فريق زي النادي الاهلي ان هو يعني النهارده بيبحث عن اللقب العاشر له. اوراقه مكشوفه وكل حاجه، بس النهارده يعني بقت المهمه صعبه، ان انت تتغلب على فريق تفتكر ان هو سهل وهو ليس بسهل. يعني سيمبا النهارده كان كل او معظم الناس متوقعه، معظم الجمهور انه الاهلي يتخطاه، لا شفنا العكس حصل. لا فرق لا سيمبا كويسه، الناس بتنقل كوره، ناس عندها فكر كويس، ناس عنده لعيبه كويسه جدا بيقدر يستحوذ، عندهم استحواذ. برضو النادي الاهلي في ماتش سيمبا يمكن تراجع شويه، يمكن تنقل شويه وسط ملعبه. الفرق دي بصي لازم تفرضي اسلوبك. يعني انا شخصيا كمدير فني انا لازم افرض اسلوبي، ايه اللي يخوفني؟ لازم افرض اسلوبي، لازم اضغط الفرق دي من الاول، احسسها بقيمه النادي الاهلي، واحسسها النهارده ايضا ان النادي الاهلي ده نادي بطوله، واحسسها النادي الاهلي عنده يمتلك من القدرات الفنيه والفرديه ان انا اقدر اعمل بريشر من قدام، استحوذ على الكوره، اخد الكوره وكل هذه الامور. افتقدنا ده يا كابتن في ماتش سيمبا، تفتكر هو ده يمكن السيناريو الاول لموسيماني خلال مباراه بيتا كلوب؟ حضرتك بتتكلم فرض السيطره وفرض شخصيه النادي الاهلي اللي افتقدناها في مباراه سيمبا في اوائل، خاصه في يعني حضرتك بتتكلم عليه دايما يكون في اول مباراه. انك تفتكر حضرتك ان دوت مستر موسيماني هيبدا بمباراه بيتا كلوب؟ هيبدا بيه ليه؟ برضو خلينا برضو بنتكلم بواقعيه ماتش المريخ اللي كان هنا، النادي الاهلي برضو قدر يضغط من قدام، قدر يغلط
الديفنس بتاع المريخ قدر يغلطه في حاجات كتير جدا وكسب النادي الاهلي 3-1. فمباراه يوم السبت ان شاء الله فيتا كلاب بالنادي الاهلي برضه هو اللي هيفرض اسلوبه، هيبتدي يضغط من قدام، لان خلاص احنا مش فيش جو بقى رطوبه وجو مطر والكلام دي كلها، الظروف اللي حوالين فرقه الكوره لا مش موجوده. فالنادي الاهلي يملك من العناصر ان يقدر يضغط من قدام، يقدر برضه يخلي الناس دي تغلط ويخلي الناس دي تبقى دائما محطوطه تحت ضغط، ودي مهمه جدا لاي مدير فني ان هو يقدر يشتغل بهذا الاسلوب. بس انت النهارده بتضغط في كل الاحوال علشان تسجل مبكرا وفي نفس الوقت تحافظ على شباكك نظيفه، فهذا التوازن يحصل ازاي ما بين الهجوم والدفاع يا كابتن؟ هو الضغط دايما الضغط دايما هو طبعا فيتا هيجي يعمل ايه؟ هو النهارده برضو عايز النهارده يلعب كوره طويله. لو النهارده حس لو حس ان انت النهارده بتضغطيه من قدام وحس ان في بريشر من قدام هيلعب لكوره طويله، مش هيقدر يستحوذ وينقل وكلام من هيقدر يلعب كوره طويله. احنا الحمد لله عندنا ناس خط ظهر كويسين عندهم الخبرات وعندهم ايضا الحاجات الكوره البينيه يقدر يطلع هيد والحاجات دي كلها، عندنا اللعيبه مميزه في الحته دي يعني. ولكن هي المهمه بقى جدا لما الكره ترتد من الدفاع لازم استحواذ وسط ملعب النادي الاهلي علشان يقدر ينزل يقدر يشتغل الهجمه يعني، عشان كمان نقدر نستحوذ بشكل اكبر. كابتن بخبراتك برضو التدريبيه الكبيره ورؤيتك الفنيه، دايما الماتشات ديت بيبقى حتى اللعيبه من نفسها من غير المدير الفني ما بيتكلم معاهم بتحس ان عن صباعه او استعجال، مستعجلين على المكسب. تفتكر ده يتحل ازاي؟ مباراه حضرتك اتكلمت على مباراه المريخ، سيطرنا فيها وضغطنا عالي، لكن الشوط الاولاني خرج 0-0 خرج 0-0 بناء ان احنا خلقنا فرص كتير وضيعنا فرص كتير قوي، بس الاستعجال كان شويه موجود وكانت اللعيبه ناقصها الفينش شويه. نقدر نحل دي ازاي يا كابتن؟ والله بس ده دائما يعني فكر مدير فني وتعليمات مدير فني. النهارده بيقعد برضو مع الفرقه وبيتكلم ان انا حتى لو انا متعادل حتى الهدف اتاخر مش عايز استعجال، عايز برضو كل واحد يفكر كويس قوي. لازم نفكر في مصلحه الفرقه ولازم نفكر في هدف واحد ان احنا نكسب. فالامور اللي بيبقى فيها استعجال، اما استعجال من راس حربه، استعجال من الجنب، كل هذه الامور بتؤدي لاستعجال وضياع الفرص. ولكن انا شايف ان شاء الله ماتش يوم السبت لازم يبقى فيه هدوء، حتى لو انت خسرت لو خسرت ماتش سيمبا لازم يبقى فيه هدوء وتقدر تستغل هذا الهدوء في احراز اهداف مبكره ان شاء الله يعني. ممكن الخساره دي تفيدك صح؟ يعني تفيدك في الفوز اللي جاي. هو الخساره دائما بتدي النهارده ايه الاخطاء اللي انا ارتكبتها وايه اللي ممكن المدير الفني يفكر فيه ويشتغل عليه. كل هذه الامور طبعا بتدي المعطيات كويسه جدا للمدير الفني يقدر يشتغل عليها، وخصوصا ماتش يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله يوم السبت مطالبين يا كابتن زي ما حضرتك بتقول ان احنا نكسب، وحضرتك بتقول نكسب في اول مباراه في اخر مباراه، الهدوء مطلوب، لكن كمان انك تسهل المباراه. اعتقد انك تحرز هدف في الشوط الاولاني. اللي ممكن يقوله موسيماني للعيبه او يعمله من خلال افراد او من خلال تشكيله او من خلال جمل، انك تقدر تحرز هدف مبكر يساعدك انك حتى بقيه المباراه تشتغل بشكل اهدى يعني. هو طبعا بص ده بيبقى فكر مدير فني، اسلوب الاداء هيشتغل ازاي، هيشتغل 4-2-3-1. النهارده الاجنبه تشتغل ازاي، النهارده الكره العرضيه بتشتغل ازاي، النهارده مين اللي داخل 18، مش هلاقي واحد بس جوه ال 18 في وسط 4-5 من فيتا كلاب. لازم النهارده يبقى عندي زياده عدديه، كثافه عدديه، لازم النهارده يبقى في تحرك، التحرك الاثنين اللي على الاطراف يعني تحرك. النهارده ممكن النهارده اسقط راس الحربه، والافارقه دائما لما تسقط راس حربه هتلاقيه الاثنين الستوبر والجايين معاه، فبيبقى في فراغات دي ممكن مين اللي يستغلها؟ الناس اللي على الاطراف. واذا كان الناس اللي على الاطراف بيمتازوا بحته التحرك الكويس والسرعه دي تقدر تخلق فرص، وعندنا في ناس وسط ملعب يقدر يعمل لك الحاجات دي يعني، يقدر يعمل لك يعني تمريرك لا يقدر يعمل لك التمريره في العمق، حاجه كويسه جدا. فالحاجات دي مهمه جدا ان انت تتعود عليها عشان تقدر تسجل بدري. سالت على علي معلول تحت الهواء قبل ما ندخل، لسه كنت بسال الكابتن اهميه علي معلول في المباراه دي، وللاسف هو مش هيشارك في مباراه فيتا كلاب اللي جاي. لا وطبعا علي من اللعيبه المميزه جدا في فرقه النادي الاهلي في مركز الظهير الايسر طبعا. لان علي في الحته الهجوميه اولا بيتحرك كويس، اوفراته مؤثره جدا، بيقدر برضو النادي الاهلي حتى لو في ضربات جزاء بيقدر يستغل علي معلول. علي من اللعيبه الكويسه حقيقي، بيعمل جبهه حتى في الجبهه الشمال دي مع اي حد، بيعمل جبهه كويسه مؤثره في دائما الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. مفتقدينه
هو بصراحه صح؟ بصراحه اكيد اكيد. ولكن محمود وحيد برضو لعيب كويس، ولكن هو برضو لسه يمكن حته الخبره بقى والحته دي برضو لسه، يمكن برضو هو لسه عايز برضو يلعب ماتشات كتير عشان ياخد ثقه، ياخد ثقه جماهير النادي الاهلي، ياخد ثقه الجهاز الفني في النادي الاهلي. صحيح كابتن، عايز ارجع مع حضرتك بالتاريخ لورا شويه، تفتكر لنا حضرتك من خلال المباريات كتيره جدا جدا كنت موجود فيها مع كابتن محمود الجوهري، مر مباراه عاد كابتن محمود تفكروا فيها كان مباراه لازم تكسبوا فيها او مباراه فيصليه، وبدا النقاش في طريقه اللعب، طب نلعب راس حربه ونلعب رأسين حربه، عايزين نلعب حتى على مستوى التدريبي او الجهاز الفني ممكن بيكون بيشتغل ازاي، عارف اللعيبه طبعا مركزه في الملعب بشكل او باخر، لكن شغل الجهاز الفني في الوقت دوت بيبقى ازاي كده؟ لا بص، يمكن زي ما قلت لك انا هرجع لبوركينا فاسو 98 كنا اتفرجنا على الشرايط وكنا نلعب يمكن النهائي لو تفتكر مع جنوب افريقيا جنوب افريقيا، وكان الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه كان ليه وجهه نظر في لعيب وانا ليه وجهه نظر في لعيب، يعني اختلفنا في الحته دي، قعدنا يوم في اختلاف ونقعد تاني ونتكلم وندردش، ولا ده لا عشان النبي يقدر يشتغل الناحيه الدفاعيه عشان الفرقه دي برضو جنوب افريقيا فرقه كويسه، لازم يبقى عندنا حته وسط ملعب يبقى فيه كثافه شويه. المهم يعني الكابتن محمود الجوهري اقتنع وهذا اللاعب لما لعب جاب جول، اقتنع بوجهه نظر كابتن فتحي مبروك. والله يعني كابتن جوري كان الناس تقول لك دكتور ومش دكتور، لا ده كان على كل كبيره وصغيره كنا بنتناقش فيها حتى على مستوى النادي، واحنا ماسكين النادي سنه 85 يا كابتن كنا كل كبيره وصغيره بنتناقش فيها حقيقي، وده مهم وده مهم يعني وده مهم ان المدرب العام مع مدير فني لازم يبقى فيه النهارده فيه هرمون حلو قوي بينه وبين بعض، ما يبقاش فيه جاب، ما يبقاش كل واحد النهارده بيبقى ليه راي وليه فكر، ولا لازم الاثنين دائما يبقى مصلحه الفريق فوق كل اعتبارات. ده كان حاصل بشكل كبير قوي ايام كابتن جوهري رحمه الله عليه، وبين كمان وبين كابتن علاء نبيل وعلاء نبيل كان معانا، بقول لك يعني كابتن علاء نبيل كان معانا برضه في بيركينا فاسو. انت اخترت طارق مصطفى وكابتن جوهري كان عايز ما هو اللعيب جاب جول ما فيش غير احمد حسن وطارق مصطفى هو كان طارق طارق، لان برضه انا يمكن الحته دي زي ما قلت للكابتن جوهري وقعدنا زي ما قلت لك اتفرجنا، ويوم يوم هو ليه وجهه نظر وانا ليه وجهه نظر، والاخر اقتنع، يعني الاخر اقتنع ان فعلا كان طارق ليه دور مؤثر في حته وسط الملعب يعني. فطبعا من دور المؤثر لو اخترنا كده من تشكيله النادي الاهلي واحد، لو حضرتك مع موسيماني وبتتناقشوا فيه، نبدا بواليا ولا محمد شريف؟ لا انا شخصيا يعني انا شخصيا ابتدي بمحمد شريف. محمد شريف خلينا برضو نتكلم بواقعيه. محمد شريف الماتشات اللي لعب فيها اثبت انه بيهدف، اثبت انه تحركه كمان مهم جدا. يعني محمد شريف لسه بقول لك على نقطه ان هو ممكن يستثمر الاستوبارات، ياخدهم مثلا في حته وتلاقيه بينطلق لانه عنده السرعه. هو دائما محمد شريف كل اهدافه تلاقيها من انطلاقات وتلاقيها من اختراقات كويسه جدا. بيقطع فده مهم جدا ان محمد شريف بكره يوم السبت يبتدي. يعني محتاج جلسات خاصه مع موسيماني عشان التركيز في المباريات اللي جايه؟ اي لعيب النهارده بصي دي اي مدير فني النهارده بيجد النهارده ان في لعيب فتره بيلعبش فتره بيلعب ومش موفق وكلام من ده، دائما الجلسات دي جلسات اولا نفسيه وجلسات في نفس الوقت بتبقى فنيه برضو، هشرح له انا عايز ايه وفكري ايه وانت لازم تعمل ايه وكل هذه الامور، ده دور مدير فني. ودور اللعيب النهارده كمان يروح للمدير الفني يعني مش شرط المدير الفني هو اللي اللاعب اللي يسعى انت بقى ايه المطلوب مثلا يوم السبت مني، ده فكر اللعيب عايز النهارده يبدع وعايز النهارده يبقى النهارده مقتنع جدا بتوجيهات المدير الفني. وده اللي اعتقد عمله موسيماني النهارده، يمكن في التدريب قعد مع قفشه شويه وكان مش على مستوى الانتقادات اكتر منه زي ما بتتكلم كابتن فتحي، انه على مستوى ممكن التعليمات، ممكن على مستوى وارد جدا ان بيقول لي قفشه على جزء معين خطتي يتكلم فيه، وارد جدا يكون على مستوى التحفيز، وارد جدا على مستوى اعاده الثقه، بعض الانتقادات شويه على مجدي قفشه في الفتره اللي فاتت، فكل دوت ممكن يكون الحوار اللي دار النهارده ما بين موسيماني وقفشه. وارد جدا، وارد زي ما قلت لك، هي تعليمات توجيهات، ممكن زي ما بتقول مجدي قفشه متضايق، هو نفس الولد حاسس ان الجمهور حاسس انه مش مستواه، حاسس حاجات كتير جدا، عايز جلسات تحفيزيه. ممكن الولد يبقى عنده فيه لعيب يبقى عنده الذكاء يقعد مع المدير الفني من نفسه، انت شايف ايه؟ يعني شايف الفتره اللي فاتت ايه؟ اخطاء ايه؟ طب لو انا الماتش اللي جاي بتاع يوم السبت
لعبت ايه المطلوب مني؟ يعني ايه المطلوب مني؟ عايز تحرك ازاي؟ عايز اشتغل ازاي؟ عايز النهارده هل ابقى تحت راس الحربه ولا اقدر النهارده اشتغل مع راس الحربه بالتبادل، راس الحربه يسقط انا ابتدي راس حربه؟ كل هذه الامور فكر اللعيب وفكر المدير الفني لازم يبقوا الاثنين متجاوبين مع بعض. صحيح. فدي حاجات بتبقى مهمه جدا المدير الفني يقعد مع لعيبه، وخصوصا اذا كان اللعيب ده له اهميه في الفريق. صحيح. طيب حطيت التشكيله كابتن فتحي صح؟ حطيته قبل ما نبدا تقول لنا كده عليه؟ بس ده موسيماني اللي بيحط تشكيل مش انا. ما حضرتك كمان حاطه اهو. لا ده احنا يعني مجرد حضرتك شايف انه يبدا بمحمد شريف، ليه مش بواليا؟ انا بس شوفي زي ما قلت لحضرتك الفرقه الافريقيه محتاجه واحد النهارده عنده فكر تحرك. فكر التحرك ده مهم جدا، وزي ما قلت لك النهارده الاستبارات النهارده لو محمد شريف بيتحرك في الجناب الاثنين الاطراف دول لازم يبقى لهم دور كويس او مؤثر. نعم. محمد شريف نفسه في عمليه الترنات وعمليه الكور اللي بتتحط له في مساحه، لا هو عنده سرعه كويسه، وبعدين عنده حاسه تهديفيه. الفينش كويس. حاسه تهديفيه، مش محطوط تحت ضغط زي بوالي. بوالي محطوط تحت ضغط، في لعيبه دايما تحس ان هي محطوطه تحت ضغط لان ما سجلتش في ماتشات، خمس ست ماتشات لازم يسجل، ارن تشكيل كابتن فتحي مبروك. لا انا التشكيل ده طبعا مستر موسيماني والجهاز الفني انا بحترمهم واقدرهم، ولكن اذا كان هناك راي يمكن الشناوي خلاص، محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، يمكن محمود وحيد، دول كنت يعني لسه اسالك على باك شمال ولا سيردي باك، يعني محتاجين المباراه ده ان ايمن اشرف يطلع باك شمال ويلعب بياسر ابراهيم جنب بنون، ولا حضرتك شايف لا محمود يشتغل ونستفيد بايمن اشرف في السرد باك؟ بص لا هو طبعا ايمن اشرف بيبقى كويس قوي في الحته دي، يعني ايمن اشرف برضو خلينا بنتكلم بواقعيه بيبقى كويس، لان انت النهارده لو محمود وحيد النهارده عنده الجانب الهجومي اكتر، الوحيد اللي يمتلك عنده القدرات ان يقفل الجنب الشمال مين؟ اللي يغطي ايمن اشرف. ايمن اشرف لانه طبيعته كان ظهير ايسر. صحيح. والنهارده خلاص بيلعب ستوبر، فالنهارده عنده الحته دي، حتى كور عمليه في عمليه التحضير لما الشناوي بيديله تلاقي مثلا محمود وحيد طاير، تلاقي ايمن اشرف اللي بينزل يستلم وبيقدر، عنده رجل الشمال كويس، يقدر تغيير ملعب، يقدر يلعب لونج باس، عنده حاجات كتير قوي يقدر. طيب قلب الدفاع؟ انا شايف قلب وسط الملعب؟ هو طبعا انا شايف ان سولاي وانج ممكن يبتدوا الاثنين، يعني انا متفق معاك. سولاي وديان. شايف كده يعني. طبعا حسين الشحات وقفشه واجاييه ومحمد شريف. ويبقى النهارده في اوراق رابحه. بالظبط. في على الدكه. واتفضلي. لا اتفضل. لا الاوراق الرابحه بتكلم عليها برضو، وانت بتقعد مع يعني دايما باخد خبراتك التدريبيه، بتحط يعني دايما بيقول لك لازم المدرب يكون عنده ورقه ورقتين. حتى لو لعيب افضل من اللي في الملعب لكن هو شايله معاه، يعني دي ثقافه بعض المدربين، يقول لك لا انا هشيل الافضل علشان ممكن جدا احتاجه في وقت معين ينزل يؤدي بشكل كبير. الاوراق الرابحه في النادي الاهلي حضرتك شايفها مين؟ والاوقات اللي ممكن يزق بيها او موسيماني يزق بيها اللاعبين دول هتكون امتى؟ بص يعني على سبيل المثال احنا اتكلمنا في ايمن اشرف، محمود وحيد مش موافق، مش كده؟ وارد طبعا، كل حاجه وارده. يبقى مين اللي هيلعب الظهير ايسر؟ ايمن اشرف. مين اللي هينزل؟ ياسر ابراهيم. يبقى النهارده التوظيف بتاع اللعيب النهارده بتفكر في مكان او مكانين ان يقدر يلعب في اللعيب. ماشي حمدي فتحي النهارده لو قدر ديانج مش كويس، هيقدر حمدي يقدر يادي لك الدور ده. لو انت النهارده عايز تامن كسبان مثلا 1-0 وحسيت ان فرقه فيتا كلوب بتهاجم، مين الوحيد اللي عنده الملكه ان يقدر يشتغل بين الاستوبرين؟ مين؟ حمدي فتحي، لانه حمدي برضو خلي بالك اشتغل استور قبل كده. صحيح. فتقدر تفكر في تفكيرات النهارده، كل مدير فني عنده فكر. الناس اللي بيحطها على الدكه هيستثمرها ازاي؟ من خلال الشوطين. بعد نص ساعة، بين الشوطين، في نهاية الماتش، كل هذه الأمور لازم تستمر يعني. بعد الفاصل عايزين كابتن فتحي مبروك يرتب لنا التأهل من المجموعة الأولى، الأهلي وسامبا وفيتا كلاب والمريخ. ترتيب كابتن فتحي مبروك إيه للمجموعة بتاعتنا بعد الفاصل في البيت الكبير؟ يعني من خلال وجهة نظر الكابتن الكبير فتحي مبروك وخبراتك، لو عايزين حضرتك ترتب لنا
مجموعة الأهلي للتأهل طبعا لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بس الأول كنت متوقع، ممكن تكون كنت متوقع فوز فيتا كلاب على المريخ، بس كنت متوقع النتيجة دي اللي حققها فيتا على المريخ 4-1؟ لا لا، مكنتش متوقع. مكنتش متوقع النتيجة دي. كان ممكن 1-0 2-1 بكتير قوي. ولكن فرقة المريخ حصل لها انهيار، يعني عارفه لما يقول فرقة فيها انهيار، فرقة خلاص يعني استسلموا لأمر واقع، ما عندهمش بناط، فرقة مغلوبة 2، فخلاص ابتدت الأمور وخلاص يعني بدرجة ان فيتا كلاب استحوذ وقدر يوصل وقدر يسجل 4 أهداف، وخصوصا في ملعب نادي المريخ يعني في السودان. مجموعتنا هتمشي ازاي؟ مجموعتنا ان شاء الله، يعني انا يعني لسه انا يمكن برضو الحتة دي الناس برضو خالقة شوية. اذا كان سيمبا التنزاني عنده 6 نقاط وفيتا 3 والنادي الاهلي 3، لا انا بقول النادي الاهلي هيستثمر ال3 ماتشات اللي جايين ان شاء الله، هيقدر يجمع النقط بتاعتهم ويبقى اول مجموعة كمان ان شاء الله. يعني فيتا كلاب رايح جاي وسمب يعني انا عندي فيتا كلاب هنا وعندي هيبقى بره وإيابا. هيبقى بره سيمبا سيمبا هيبقى في القاهره ان شاء الله. المريخ خلاص فقد الامل في يعني وفرقه زي ما قلت لك، الفرقه برضو فرقه المريخ ما تقلقش النادي الاهلي حتى لو هناك، ما تقلقش النادي الاهلي، مع احترامي طبعا للمريخ وجماهير المريخ والدنيا كلها، ولكن ما تقلقش النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن ان شاء الله يجمع 9 نقاط في ال3 لقاءات اللي جايين ان شاء الله، وده يبعد نهائيا كمان فيتا كلاب عن المنافسه، لان فيتا كلاب كمان بعد الفوز على المريخ عندها امل يعني. ودايما المباريات يا كابتن اللي بقى الفرقه داخله، حضرتك عارف انه بقى لهم اسبوع في مصر يعني محضرين، بقى لهم اسبوع محضرين هم ماتش المريخ جمعه على القاهره. اللي كان فيه لقاء مع المدير الكوره امبارح وقال مدير الكوره هناك، قال لك انا بحترم النادي الاهلي لكن كل شيء وارد، وبالتالي المباريات ديت اللي بيبقى المنافس نازل فيها مش خسران بلغه الكوره، مش خسران حاجه، بتبقى مباريات حتى على مستوى التاهيل المعنوي بتبقى مباراه حرب برد. الحرب البرد. ايوه بالظبط. حرب البرد سهله. الحرب البرد. في مدير فني يقول لك انا مش خايف من النادي الاهلي، انا اكسب النادي الاهلي، وحصلت كتير، حصلت كتير جدا على مستوى التصريحات بقى، على مستوى التصريحات بقى الناريه دي اللي هي الحرب البارده دي، يقول لك انا اكسب النادي الاهلي وسط جماهير، واكسب النادي الاهلي في ملعبه، واكسب مش عارف ايه، كل هذه الامور بتدي انطباع اللي بيدي ثقه لفرقته ان هو مش خايف، ان هو مش قلق، بيدي فرقه ثقه لجماهيره، حرب نفسيه مش قلق. وفي نفس الوقت الفرقه اللي هتلعب ضده بيبقى برضه عندها شيء من القلق شويه او التركيز العالي جدا. فطبعا هو فرقه فيتا كلاب بقى لها اسبوع هنا، وصرح حتى مدرب الفرقه ان انا مش هخاف من النادي الاهلي. أيوة يعني حتى مدرب الفريق قال انا مش هخاف من النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي قادر ان شاء الله يخلي فرقه فيتا كلاب بتخاف من النادي الاهلي فعلا. اكيد ان شاء الله. ليه مهم مباراه زي المباراه اللي جايه دي يوم السبت انها تتلعب على استاد القاهره، ملعب استاد القاهره؟ هو طبعا ملعب الاستاد يعني طول عمرنا بنلعب في الاستاد، وطول عمر الاستاد وجهه مشرفه للكره المصريه والبنيه التحتيه في مصر. استاد القاهره اولا ملعب كويس جدا، الارضيه النجيله طبعا عشان ما فيش بصفه مستمره ماتشات عليه، فدلوقتي اصبحت النجيله الارضيه النهارده هايله، اصبح النهارده ملعب النهارده لما تيجي قياسيا باستادات العالم هتلاقي نفس هذه المواصفات من ناحيه مساحه الملعب. هتلاقي مساحه الملعب مثلا ممكن تكون 100 وشويه 120 متر، 130 متر، في عرض 70-80 متر، فده بيدي حسن انتشار كويس، بيدي بيخلق مساحات كويسه، بيدي دايما الفرق اللي هي جايه النهارده تلعب زون ديفنس، والفرق النهارده الملعب صغير بتقفل كويس، لا بتبقى فيه مساحات. فاستاد القاهره انا شايف انه مناسب جدا لهذا اللقاء، حتى على مستوى طريقه اللعب اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، بيخدم او في مصلحه النادي الاهلي انه يلعب في ملعب واسع، ملعب ما فيهوش ارضيه كويسه، ارضيه كويسه. ويمكن النادي كمان النادي الاهلي حتى في بعض المباريات يعني كانوا بيشتكوا من ارضيه الملعب، لكن يعني دوت ما ان شاء الله مش هيكون حجه حتى في مباراه الكونغو هناك. على الـ على الـ على المستوى على مستوى البطوله نفسها يا كابتن، ان شاء الله النادي الاهلي يؤهل لدور الثمانيه، واعتقد دور الثمانيه مع بقى الكبيره يعني. ما هي دي بتبقى بقى الحاجات اللي بتبقى فيها صعبه، رايح جاي دي بتبقى فيها صعوبه جدا، وان شاء الله بس النادي الاهلي هو يبقى الاول في هذه المجموعه ان شاء الله. وبعد كده الادوار دي بقى يعني النادي الاهلي بيجهز لها كويس جدا، هيعرف مين هيلاعب مين وكل هذه الامور، والنادي الاهلي بيقدر يجهز نفسه من خلال فنيا ومعنويا واعلاميا وجماهيريا ومجلس اداره
خلاص، لان انت بتخش على المنعطف الاخير في البطوله، على النوك اوت، الخروج المغلوب يعني. فالترتيب الاهلي، بالترتيب الاهلي سيمبا، انا شايف سيمبا، سيمبا يعني الاول، شايف سيمبا، لا الاهلي سيمبا، الاهلي سيمبا، انا بقول الاهلي سيمبا فيتا كلوب المريخ، يعني انا شايف الاهلي وسيمبا هم يتاهلوا على المجموعه دي ان شاء الله باذن الله. ده يكون الترتيب المنطقي يعني، المنطقي يعني اللي للمجموعه ديت. هروح لحضرتك لموسيماني. موسيماني كل الارقام بتقول انه عامل نتائج جيده مع النادي الاهلي، انت كمان رؤيتك يعني كراجل اشتغلت في مجال التدريب على المستويات العاليه، رؤيتك برضو لموسيماني في الفتره الاخيره عامله ازاي؟ لا الفتره طبعا الاخيره الفتره، هو حتى يمكن برضو هو عمله في النادي الاهلي او شغله في النادي الاهلي او كان مدير فني للفريق الاول في النادي الاهلي. بينه وبينك اي مدير فني بيجي يا كابتن هاني بيلاقي الامكانيات، صحيح. بيلاقي امكانيات، بيلاقي مجلس اداره بيدعم، بيلاقي النهارده في استقلاليه للجهاز الفني والفريق الاول، في استقلاليه في كل حاجه النهارده بتتطلب للجهاز الفريق الاول بتتحقق يعني. صحيح. فاي نادي الاهلي منظومه بصراحة منظومة رائعة، أنا اشتغلت في الفريق الأول وعارف الحاجات دي كلها. فأي مدير فني بيجد ارتياحية، وخصوصا إذا كان النتائج كويسة، كانت النتائج كويسة الناس بتؤيد وبتأزره وبتساعده وبتبقى في ثقة إعلامية وفي ثقة جماهيرية وفي ثقة من كل حاجة. فمستر موسيماني لما جه كمل الدوري، خد الدوري برضو، البطولة الأفريقية خد البطولة الأفريقية، كاس. أيضا كاس وتالت العالم، دي برضو حاجات بتضاف للرصيد مستر موسيماني في النادي الأهلي، لأن زي ما قلت لك النادي الأهلي يمتلك كل المقومات للنجاح اللي تؤهله للبطولة حقيقي. طيب لكن شفت ازاي بعض، يعني خلينا نتكلم كلنا، شفت ازاي بعض الانتقادات شوية في الفترة الأخيرة للموسيماني، وتحليلك انت كمدير فني او كراجل فني بتحلل ده ازاي؟ بص الناس معلش يعني برضو بتكلم بواقعيه، الناس دائما اذا كان مستوى الاهلي المستوى الفني او المستوى البياني لاي فرقه ما بتوصل للتوب فورم لازم بتقل شويه، بتقل شويه بس ما بيأثرش على النتائج، حتى لو المستوى الفني قليل شويه ولكن بكسب. يعني انا خسرت ماتش ايه؟ سيمب الوحيد اللي خسرته، مش كده؟ ماتش سيمب انتقادات على النادي الاهلي اداء وحش، النادي الاهلي طالما بيكسب ممكن الاداء ماتش 2 3 يبقى وحش، وارد وارد وكل العالم كده. تعالى النهارده بص على ليفربول، ليفربول السنه اللي فاتت كان عامل ازاي والسنه دي عامل ازاي، تعالى بص برشلونه احسن فرقه في العالم، تعالى بص كان فين ودلوقتي فين. فالمستوى الرسم البياني او المستوى الفني لازم يبقى فيه ماتش 2 3 بيبقى فيه دروب في المستوى ولكن ما بيأثرش على النتائج دي الحمد لله يعني. من السمات او اللي بيميز موسيماني غير ان هو بيعرف يقرا الفرق او المنافس اللي قدامه، زي ما حضرتك ذكرت كابتن فتحي، التعامل النفسي اللي بيجيده برضو مع اللعيبه بشهادتهم كلهم، حتى وبشهاده حتى الضيوف اللي شرفونا هنا، كلمني عن ده ويفرق في ايه بقى بعيدا عن شكل المنافسه، يفرق في ايه مع العشره مع الحفاظ على اللقب؟ لا بصي التعامل النفسي ده مهم جدا، ده من حاجات يمكن من عناصر كره القدم، والكابتن هاني يعلم هذا الكلام. سيب من الاعداد البدني والاعداد الفني والاعداد، لا ده في اعداد نفسي، ده حاجه وخصوصا اذا كان هناك عندي لعيبه هقدر استثمرهم، هقدر استثمرهم على اللونج ران، هقدر استثمرهم في مباراه قريبه، اقعد معاهم اتعامل معاهم نفسيا، حتى لو هطلعه بره القايمه لازم اتعامل معاه نفسيا عشان اللعيب يبقى النهارده في ثقه في الجهاز الفني وفي ثقه في موسيماني ان بيتعامل بهذا المنطلق. وده جزئيه مهمه في شغل المدير الفني، جزئيه مهمه جدا في شغل المدير الفني. المدير الفني النهارده لو عنده لعيب زي مثلا بواليا، لو انا النهارده مش هبتدي يوم السبت مش هبتدي بيه، هتلاقي مستر موسيماني يقعد معاه ويقول له ان انا مش هبتدي بيك، بس خلي بالك عشان الشوط الثاني عايز اشوفك استعانه بيك في اي لحظه. طبعا في اي لحظه، ده الاعداد النفسي، الاعداد النفسي لاي لعيب دي وارد، الاعداد النفسي الجماعي للفرقه كلها ان انا ما اقعش تحت ضغط اعلام، ما اقعش تحت ضغط جماهير، ما اقعش كل هذه الامور، ده اعداد نفسي للفريق ككل. ولكن الاعداد النفسي دايما بيبقى على مع لعيبه معينه بذاتها. هو نفسه موسيماني بتشوف بيتعامل مع الضغوطات دي نفسيا ازاي؟ لا هو كان بنشوفها في المؤتمرات احنا الصحفيه، لا بس هو حضرتك تحللها لنا اكتر. هو هادي جدا في المؤتمرات، يعني ما بينفعلش، يعني حتى انا مره شفته في مؤتمر، بس يمكن واحد كان بيساله في تشكيل ومش تشكيل وكلام من ده، قال له طب حط لي انت التشكيل بعد المباراه طلع الجيش، قال له حط لي التشكيل يعني.
الله عايز اسمع منك. فوارد، وارد جدا. وارد جدا اي النهارده في المؤتمرات، وارد جدا ان مدير فني النهارده هيجد انتقادات ويجد اصل ما لعبتش ده ليه وده ليه ومش عارف ايه. هو النهارده المدير الفني المسؤول مسؤوليه كامله، صح؟ كل واحد بيبقى ليه وجهه. يعني انا وجهه نظر دلوقتي حضرتك قلت لك على الفرقه، ممكن يبقى موسيماني في حياته في تفكيره حاجه ثانيه خالص. قلت كده، قلت حياته في تفكيره حاجه خالص. والانتقادات دي وارده في كره القدم، سواء انت بتتميزي بنتائج لازم يبقى في انتقادات، وخاصه اذا كان مستوى في ماتش واحد وحش. يعني النهارده المستوى 8، جيت النهارده نزلت بقيت 6/10، ودي حاجه في عرف كره القدم. جيت 6 هتلاقي انتقادات، اصل المستوى النهارده وحش، اصل النهارده فرقه الاهلي ما هجمتش، اصل هتلاقي ليه ما استعنتش باللعيبه الفلانيه. هتلاقي وارد جدا. وانت اكيد لما بتكون مدير فني لنادي كبير زي النادي الاهلي ومسابقات كتيره جدا، وحاجه لحضرتك سريعا لمسابقه الدوري، النادي الاهلي عنده بعض المباريات المؤجلات، وبعد فيتا كلاب كمان عندنا يوم الاربعاء مباراه الاسماعيلي. دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي. ورجعنا بقى للذاكره والايام الايام الجميله كنتوا بتحضروا حتى المباراه، يعني بالرغم ان الاسماعيلي طبعا يعني في الدوري مش ماشي بخطوات جيده، لكن طابع خاص مباراه الاهلي والاسماعيلي. لا بص، طابع الاهلي والاسماعيلي طبعا، النادي الاسماعيلي مع كل احترام ليه طبعا هو مر بفتره، يمكن الفتره اللي فاتت دي عدد تغيير، عدد كبير من المدربين، برضو بيع عدد كبير من اللعيبه. اصبح النهارده القوام الرئيسي بتاع فرقته عناصر كلها صغيره وعناصر كلها لا تمتلك قدرات، زائد زي ما قلت لك ثقه جماهير اسماعيليه في الفرقه ابتدت تبقى مهزوزه شويه، فده بيأثر على اللعيبه وبيأثر على الجهاز الفني. فالنتائج في نتائج وحشه، في ترتيب للنادي الاسماعيلي وحش، ولكن النادي الاهلي دائما مباراه النادي الاهلي بيبقى ليها خصوصيات خالص. هتلاقي التركيز وهتلاقي الحوافز وهتلاقي الشغل من 3-4 ايام بدري، هنلعب ازاي وهنفكر ازاي وكله ما نقلقش ولازم نلعب وكل هذه الامور، الحاجات بقى الاعداد النفسي والاعداد الذهني زائد الاعداد الفني بقى في ده في الملعب يعني. فماتش الاسماعيلي برضو هيفكروا هل النهارده هيستثمر النهارده ان انا لاعب النادي الاهلي وبحيث ان انا ما اخسرش هذه المباراه عشان نرجع ثقه جماهير الاسماعيلي في فرقتي ولا لا، ويبقى الجهاز الفني بيستثمر هذا انه تعادل مع النادي الاهلي بطل الدوري وثالث العالم وبطل الكاس وبطل افريقيا. ده فكر هيجي يقول لك انا هاجم النادي الاهلي. لا، مش هيهاجم النادي الاهلي. مش هيهاجم النادي الاهلي، هيبتدي برضه يشك، يبقى عنده شك دفاعي لازم هيستثمره في مباراه النادي الاهلي. راضي عن الاداء؟ بتكلم على الدوري وبتكلم على جميع الفرق. يمكن بدأت بشكل، النهارده بنشوف الأداء لا عكس ما بدأ الموسم ده. راضي عن أداء الفرق بشكل عام؟ لا، مش كل الفرق. يعني خلينا برضو بنتكلم بواقعية، في فرق النهارده أصبحت النهارده ليها طابع خاص النهارده في الدوري المصري. يعني أنا سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا النهارده من الفرق اللي ماشيه كويس، فارق كويس. ليه؟ لانه النهارده برضه عشان تدعيماته قويه. لسه كنت اقول لك تدعيماته قويه، وبص بمنظور ان انا كمان لازم استثمر النهارده، صعدت من الدرجه الاولى للدوري الممتاز. لازم استثمر، مش عايز انزل. فالصفقات كويسه، في النهارده الحمد لله عندهم لائحه كويسه، عندهم جهاز فني كويس، عندهم استقرار. اللعيبه النهارده بتشتغل بارتياحيه، بيرتاح، عشان كده ترتيبهم كويس وادائهم كويس. طب هقول لحضرتك كويس. انا هقول لحضرتك يمكن اول 6 في الدوري واخر 6 في الدوري من خلال رؤيتك الفنيه، تشرح لنا ممكن هل الوضع ده هيستمر او في فرق هتطلع وتنزل. عندنا المركز الاول مؤقتا يعني ان شاء الله الزمالك، بس لعب يعني عنده لعب عدد ماتشات زياده اكتر. الزمالك ب 30 بونت، الاهلي 24 وعنده 3 مباريات مؤجله. رقم 3 مصر المقصه، 4 المصري، 5 بيراميدز، 6 امبي. دول الستة الأوائل. نيجي للترتيب الجدول من تحت، الأخير وادي دجلة